طالب بحقنا، حقنا اللي بقاله اكتر من 35 سنة ضايع. يا جدعان حبيب العدلي اتورث وورث كل اللي وراه، احنا مش عاوزين حتة زي دي. احنا بنقول لهم اتقوا الله فينا، وعاوزين واحد يتقى ربنا فينا، يتقى ربنا فينا. مش عارفين نعالج عيالنا، ولا عارفين نعمل حاجه، ولا عارفين نخش مستشفيات. انا راجل عندي صدفيه، راجل عندي صدفيه بقالي اكتر من سنتين بتعالج منها، بتعالج منها الشهر ب 350 جنيه. اجيب لك بنت 350 جنيه علاج، اجيب لك بنت 350 جنيه علاج. كل حاجه بص، المصيف اتسرقت مننا، والمدارس اتسرقت مننا، ومش من حق ان انا اطلع عيال مصيف. يا عم ليه؟ ليه هو انت احسن مني في حاجه؟ احسن مني في حاجه في ايه؟ لو انت قول لي احسن مني في حاجه، قول لي، قول لي. انا ابن كلاب وانت ابن ناس محترمين؟ لا يا عم، احنا كلنا ناس محترمين والله العظيم، وكلنا ناس متعلمين، ما بقناش ناس جهله. اقسم بالله اللي انت شايفه كله ده، ناس معاها بكالوريوسات، وناس معاها لسان صحوق، واللي بعدها واللي بعدها. ليه يا عم الحاج؟ الراجل ده متعلم، الراجل ده بتاع، كل الناس متعلمين، ما فيناش جهله دلوقتي. المعامله بيننا وبين الجمهور الله اكبر عليها، الحمد لله رب العالمين. عاوزين يكرهونا بين الجمهور، وعاوزين يخلوا خلاف. مش هيحصل خلاف، مش هيحصل تكسير، ولا يحصل اي حاجه. احنا ناس مش عاوزين خراب، وناس مش بتوع خراب. كل اللي يقول لك ده رايحين يخربوا، رايحين يهجموا وضربوا امبارح السيد رئيس المدير الامن، ما حصلش، اقسم بالله ما حصل. انا كنت امبارح والله العظيم ما حصل حاجه، والله ما حصل حاجه. مع السلامه. احنا عاوزين بس العدل، عاوزين فين العدل بين الافراد والضباط؟ الضابط يطلع ياخد كل حقوقه، ويطلع لو استشهد بيطلع على خدمه وزير، على مرتب وزير. طب والفرد لما بيموت مفيش حد بيسال عليه، ولا حد بيذكره. يعني معانا في زميلنا، ثلاثه زميلنا على الدايري ماتوا، ثلاثه ماتوا، واحد مرمي في المستشفى ومفيش ولا مستشفى قابلته. وبعدين وظابط اتكتب التقرير تم غضب القضاء، وهو ما نزلش من العربية خايف. ليه بس كده؟ حد راح زاره؟ حد من القيادات شافه مرمي في المستشفى وخلاص خلاه ظابط يروح يصرفوا له مكافأة ويتعالج على نفقة الدولة؟ في ايه؟ فين الافراد؟ ساعتك الموضوع في حاجة بسيطة، تتغير قيادات وزارة الداخلية. لو اتغيرت قيادات وزارة الداخلية، حال الافراد دي كلها هتتعدل، وحال الشعب هينعدل. ادي كل اللي انا عاوز اقوله. السلام عليكم. امين مصطفى عبد الحميد محمد. انا بالنسبه لاخويا امين شرطه ومتوفي، ووالدتي بتاخد 300 جنيه معاش بقالها اكتر من 10 سنين، ومات متوفي في الخدمه، بياخد معاش 300 جنيه. بس دي رساله بوصلها لوزير الداخليه يفحص الكلام ده. امين شرطه يتوفى في الخدمه وياخد 300 جنيه معاش، ده مش عدل، ده مش عدل. شكرا. حضرتك في داخلين عشان يخدموا مصر، مش يخدموا الضابط، ويشتغلوا مكتب للضابط، ويروحوا يجيبوا خضار للضابط، ويشتغلوا في شغل الضابط. تاني حاجه، العربيات بتاعت الداخليه مخصصه لمين؟ المفروض مخصصه للشغل، للمأموريات، مش مخصصه لضباط الداخليه وحريم الداخليه واولاد ضباط الداخليه. هنا بياخدوها وبياخدوا البوانات بتاعتها وبيصرفوها على عربياتهم هي الخاصه، واحنا بنطلع مأموريات على حسابنا، بندفع من جيوبنا ومحدش بيدينا اي حاجه. وشكرا. كنت محبوس اصالات امانه، ورجعت خدمت، رجعت من السجن، اشتغلت 3 شهور في مركز شرطه العدوى، وما قبضتش ال3 شهور، ولحد دلوقتي بعت لي قرار نهايه خدمه وانا ما قبضتش لحد دلوقتي، ومعايا 10 عيال، ومعايا 10 عيال ومرتين، ومليش اي جهه عمل غير هي الشرطه، ودلوقتي بعت لي قرار نهايه خدمه، اعمل ايه؟ بس. وانا بوجه كلامي للساده المسؤولين.